وسط الزحمة وربك يعين. أنا طلعنا من المترو ستيشن وكل هذولي هم جماهير. طبعا احنا قبل المباراة بساعة، يعني باقي ساعة بالضبط، عشان كذا الناس تذاكر إلكترونية والواحد يقدر يحصل على تذكرته بسهولة من غير أي عوائق، بعكس تجربتنا. احنا تجربات جديدة مع التذاكر الإلكترونية، لكن الناس هنا دايركت على مقعدة من غير أي مشاكل. الحمد لله، هذا مخرج المحطة. باين ان حراك المقلب في المباراة، ان الجو بدا يمطر الان، لكن عسى خير ان شاء الله. هذا اللي نتمناه. المشكلة ما اخذنا احتياطات مظلة او شيء يساعد على الموضوع. ربك يعين يا رب. مع قاعدة كل الطرق تؤدي الى الملعب، هنا ما شاء الله في شبكة طرق ما شاء الله كثيرة، مترو، باص، ترام، يعني الناس تقدر انها تجي للملعب بسهولة من غير اي عوائق. ايضا في مواقف داخلية بالنسبة للسيارات، حاب انه يعني يكون موجود بسيارته، لكن بما ان العادة ان الملعب خصوصا في المباريات المهمة يكون ممتلئ، في الناس تلجأ الى وسائل النقل العام على اساس انها هي الوسائل المتاحة واللي في نفس الوقت تساعد في عملية الانتقال السهل يعني الى اماكنهم بعد المباراة. فنتمنى ان شاء الله الامور تتيسر ويجعلها ان شاء الله مباراة جميلة. معذرة لو كان شوي يعني الاجواء ممكن انها ما تخلينا يعني نصور بطريقة كويسة او بطريقة زينة، لكن ربك يعين ان شاء الله والامور ان شاء الله تكون من افضل لافضل بمشيئة الله. الى الان الامور مستقرة الحمد لله. طبعا زي ما انتم شايفين، شوف وسائل النقل كلها ماشية ولا كأن في مباراة ولا شيء بتبدأ بعد ساعة. الدنيا ماشية والعالم ماشي بسلاسة وبسهولة، لا زحمة ولا اختناقات مرورية ولا أي هرجة. العملية بسلاسة، احنا جنب الملعب، الملعب هذا هو قدامنا، لكن ما في أي زحمة ولا حاجة. الأهم أنا ما أنقل يعني الأشياء الإيجابية حتى إن شاء الله أن نقدر ان نقارن بين هنا وبين عندنا، وان شاء الله نسعى الى تطوير الجانب المروري والاختناقات المروريه لتصاحب المباريات المهمه، والناس تطلع من بيتها العصر وما ترجع الا الساعه 12 الساعه 1 بالليل. على اي اساس؟ عمليه سهله بس هي محتاجه تنظيم، وفي نفس الوقت الناس يكون عندها ثقافه جيده في التعامل مع هذه الاحداث، والنتيجه اكيد كل بيروح بيته او بيجي من بيته بسهوله. احد الشوارع نقطع الشارع الرئيسي المؤدي الى الملعب. طبعا هذه بعض المباني المجاوره للكامب نو، هم يعتنون بالجانب يعني الجانب التراثي والجانب التاريخي للمدينه، فيحرصون حرص تام من هذه المعالم تكون بارزه بشكل جيد ويكون لها زوارها تقريبا ما بين كل فتره وفتره. المنطقه زي ما قلت منطقه سكنيه بحته. ملاعبنا يمكن تبعد عن بعض الملاعب عندنا تبعد عن المدينة 10 إلى 20 كيلو، والعملية بس محتاجة في نفس الوقت أن بجانب من جوانب التنظيم أيضا نشوفوا رجال الأمن كيف منتشرين بطريقة جيدة ومدربين بطريقة محترفة للتعامل مع مثل هذه اللقاءات، وتسيير الجمهور وتسرير حركة السير وإعطاء الفرصة للمشاة للانتقال إلى الملعب بسهولة، وفي نفس الوقت في التزام من اصحاب السيارات والناس المنتقله للملعب. هنا بعض الاكشاك مجاوره للملعب، هذا الكامب نو طبعا ملعب معروف ومن اكبر الملاعب الموجوده في اوروبا، عمره تقريبا ما ادري بالتحديد كم، لكن اتوقع انه حدود 60 الى 70 سنه تقريبا. زي ما تعرفون في جانب سلبي في التسويق الرياضي بشكل عام، إن هناك سوق سوداء للتيكت، فنشوف بعض الناس يبيعون التيكت خارج الملعب. طبعا اقل تذكره قبل المباراه يمكن 100 يورو، يعني ما يعادل 300 الى 400 ريال، لكن شوف العد والعدد الكبير والمهول من الناس اللي تحضر وتحاول انها يعني تستفيد من او تستمتع بمثل هذه الاحداث
والغالبية تجي ليس من أجل فوز وخسارة، لكن هم في النهاية يعتبرونها تجربة، والتجربة هذه ينعكس عليها شغلات كثيرة جدا تخليهم فعلا يحسون بقيمة أو بمتعة حضور مثل هذه الفعاليات الرياضية. طبعا الأمطار بدأت تزيد لكن مطر جميل جدا، يعني رذاذ نسميه، فالله يعين بس الله يسلمه. طبعا في البوابات مرقمة بطريقة جيدة، يعني الناس تعرف وين مكانها بالضبط بكل سهولة، وفينا برضو ناس ممكن تسأل ويوجهوك إلى البوابة اللي مفروض أنك تتوجه لها. طبعا التيكت مكتوب فيه تفاصيل وين مقعدك، وين البوابة اللي تدخل معاها، وين، فكل هذه الديتيلز موجودة داخل الديتيل. مجرد ما تدخل الملعب بس تتعرف وش البوابة الرئيسية اللي تدخل معاها اللي توجهك على المقعد، وبإمكانك تنتقل إلى مقعدك بكل سهولة. ربك يعين. طبعا في كل ركن داخل الكامب نو يعتمدون بدرجة كبيرة على التسويق لمنتجات النادي، من قمصان لاعبين ومن شعارات للنادي ومن شالات ومن كابات وأشياء متنوعة جدا، وهذا جزء من أجزاء الاستثمار في كرة القدم ومحاولة الاستفادة بكل الطرق. يعني الجمهور ينتقل للملعب بقيمة تذكرة، وممكن يعني تتضاعف القيمة من شراء بعض منتجات النادي. فأنتم زي ما تشوفون العدد كبير جدا في محاولة الحصول على منتجات النادي من الأوفيشال ستورز داخل الكامب نو. شوف هنا، هذا أحد السياح، طبعا الغالبية منهم سياح، وجود السياح في مثل هذه الأماكن أيضا يشجع. كيف فكرة التواجد؟ تصوير كورنر خاص مهيئين للجمهور بشكل عام، ممكن أي واحد من الجمهور يجي ويتصور ويأخذ لقطات تذكارية لهذا المكان. كمو؟ إيشان؟ إيسا؟ سي. ما شاء الله تبارك الله. يعني تحت المطر، لكن بس كيف مستمتع؟ ما في تذمر، ما في شيئين، وفعلا الناس يعني عندها احساس كبير او عندها مشاعر كبيره تجاه النادي وانتماء للنادي ومحاوله الاستمتاع بكل التفاصيل الموجوده داخل الملعب من غير اي تذمر ومن غير اي مظاهر للشغب او مظاهر للمهاترات الجماهيريه اللي عاده ما تظهر قبل المباريات. فهذه يعني جزء من الثقافه الموجوده هنا، الناس مثقفين في تعاملهم، صح في بعض الاشياء اللي نقدر نقول عنها انها بعيده كل البعد عن ثقافتنا بحكم ان الغالبيه يعني تجي وهي يعني ماخذه بعض الاشياء اللي ممكن تكون ممنوعه عندنا، لكن في نفس الوقت عندهم الراحه. طبعا انا اعتبرها من حسن حظي اني في مدرج ان شاء الله انه يكون مغطى وما تكون، يعني هذه البوابات، كل بوابه طبعا بوابة إلكترونية وفي تنظيم، ما في يعني نوع من اللخبطة، الناس عارفة وين تروح بالضبط، ما تحصل أي زحمة عند كل بوابة. باقي على المباراة نص ساعة تقريبا، الأمور زي ما انتم شايفين ماشية من أحسن لأحسن. طلع الله يعين. هذه بعض الشعارات التذكارية للنادي وشعارات النادي يعني لبعض الأنصب التذكارية، حاطينها موثقينها، يعني مو حاطينها في الأدراج ولا في المخازن، لا مطلعينها عشان الناس تشوف تاريخ النادي. يعني في بعض التذكاريات موجودة من تقريبا 70 إلى 80 سنة تقريبا، وهذا يعني في دلالة قوية على أن الناس هذه تهتم بموضوع الإرث الرياضي، مهم جدا. والإنسان اللي أو المنظمة أو الجهة اللي تعتني في مثل هذه التفاصيل هي جهة محترفة وتحترم ناديها وتحترم جمهور النادي في نفس الوقت. هذه أكثر يعني تقريبا مدرج كامل، أنت لو تمشي على المدرجات هذه كلها بتحصل أنصب تذكار. طبعا دخلت من البوابة حطلع على مدرجي، والله يعني هذا الملعب من الداخل، أنا في المدرج العلوي، ف
المنطقة كيف مخدومة، دورات المياه، أماكن ال أو الكافيتريات، لا زحمة ولا لخبطة ولا شيء، كل واحد عارف إيش اللي له. هنا الكامب نو، أخيرا وصلنا إلى المدرج. طبعا استمرة المباراة، فريق أتلتيكو مدريد نزل الملعب والجمهور بدأ يصوت عليه. هنا لحظة تقديم اللاعبين. كل مدرج موجود يعني مجموعة من العاملين داخل الملعب، يوجهونك على مقعدك لين يجلسونك بالمقعد الخاص فيك إذا ما كان عندك يعني خبرة أو معرفة بكيفية الوصول للمقعد. أنا هذا راح يوجه مجموعة ثانية، مو راح يجيني أنا بعد شوي عشان يوجهني المقعدي. الله يعين. هلا الفنتيونو بور فابور. فنتيونو. Sorry, I need a ticket. بالي. لا زال المطر يعني يتساقط، الله يجعل أمطار خير وبركة ويرزقنا وإياكم من فضله يا رب العالمين. طبعا مثل هذه اللحظات الناس شوف بالوسائل المتاحة ومحاولين أنهم يعني يتعايشون مع الوضع بطريقة أو بأخرى، لكن إجمال الجو جميل يعني أنتم زي ما أنتم شايفين ما هي هذيك الأمطار الشديدة اللي يعني ممكن أنها تأثر على الوضع، فالناس يعني قبل الموضوع بصدر رحب وماخذين بعض الوسائل اللي ممكن تعينهم على النوم. بالنسبة لي ربك يعين. الهدف اللي قبل قليل كان يعني بتصوير راموس. جول 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 جول
المباراة انتهت الحمد لله، وانا متجهين وخارجين من الملعب والناس خارجة بكل سلاسة من غير يعني اي مشاكل، والامور ماشية كالمعتاد يعني. وغالبا يعني الناس تستخدم الوسائل المتاحة امامها، اللي يميز وضعي اني انا قريب فنروح مشي والله يسر الامور. الان الناس متجهين شيء.